وفقا لتوصيات اللجنة العلمية، أحدثت الحكومة الجواز التلقيحي الذي يمكن للأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد للكورونا تحميله اعتبارا من يوم الاثنين 7 يونيو على الموقع الإلكتروني www.لقاح-كورونا.ma. وذكر بلاغ للحكومة أن هذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود والتنقل بعد 11 ليلا وكذا السفر إلى الخارج. وأضاف البلاغ أنه يمكن تحميل الجواز التلقيحي الذي يحتوي على رمز الاستجابة السريعة كآر كود يمكن التحقق من صحته عبر تطبيق مخصص لهذا الغرض في شكل قابل للطباعة أو في صيغة إلكترونية، يمكن عرضها على هاتف ذكي ويمكن أيضا سحبه في شكل ورقي لدى السلطات المحلية التي يقع ضمن اختصاصها مركز التلقيح الخاص بالشخص المعني.